أنه بعد عودته مباشرة اتخذ قرارات سليمة، قرارات شجاعة، قرارات تاريخية، وقرارات كذلك حكيمة. ربما راح نعود إلى البعض منها، على سبيل المثال قضية التقاعد اللي كان مطلب من مطالب الجالية تاعنا في دول المشرق، أنه على ضرورة يعني مساهمة هذه الجالية في صندوق التقاعد الوطني. هذه أول يعني تم الإعلان عنها من خلال المدير العام في ضيف المورنينغ. نعم ورح كذلك يعني تجسد أو يجسد هذا القرار الحكيم في شهر مارس المقبل إن شاء الله. حقيقة الجالية استحسنت يعني بكل صراحة. شوف أخي بلال، يعني أولا أنت كصحفي كإعلامي كموظف هنا في الدولة الجزائرية أنت مطالب أن تساهم في صندوق التقاعد على مدار 32 سنة. نعم. المغترب الجزائري الحاجة ربما أو التحفيز أو الميزة أو مقارنة بالجزائري 15 سنة فقط، بإمكانه كذلك شراء بعض السنوات لما ساهمش فيها في الصندوق، هذا الشيء اللي ما تقدرش تديره أنت وأي موظف هنا في الجزائر. كذلك بإمكانه أن يستفيد من التقاعد يعني هذا الشخص المعني بالأمر بعد وفاته بطبيعة الحال العائلة والأبناء، وحتى الأباء كذلك استفادوا، والمساهمة تكون بطبيعة الحال بمبالغ يعني رمزية والاستفادة منها، لأنه أبناء جاليتنا في دول المشرق ما عندهمش نفس الامتيازات اللي عند جاليتنا اللي موجودة في أوروبا وحتى في أمريكا، لأنه الجزائري المقيم في أوروبا مباشرة يساهم من خلال يعني الراتب الشهري تاعه في صندوق التقاعد الفرنسي والإيطالي والبريطاني وحتى الأمريكي كذلك. صحيح. مقارنة بالجزائري المقيم في دول الخليج، لأنه بعد عودته إلى الجزائر ما هو راح يستفاد بشيء. فالدولة الجزائرية يعني بكل صراحة فكرت في هذا يعني في هذا القانون وفي هذه الطريقة حتى هذا المغترب الجزائري عندما يعود إلى أرض الوطن يستفيد ككل الجزائريين من تقاعده، لأنه لا يخفى للجميع أنه القطاع الصحي بطبيعة الحال العلاج مجاني في الجزائر، لكن الآن ظهرت بعض العيادات الخاصة، بعض المخابر الخاصة، في بعض الأحيان الجزائري يعني يتواصل مع الصيدلية ويزيد يضيف يعني مبلغ مالي ربما على الدواء إلى آخره. في إطار السكن يعني. في إطار السكن كذلك، نعم، في إطار يعني حتى يعني الأمومة، حتى المرأة هذه اللي كانت تم زوجها في دول الخليج وتجي الجزائر وتحب تروح العيادة خاصة يعني اللي تلت كذلك أنه فيه مبالغ إضافية.